السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تساءلت لماذا ينجح البعض في تعلم اللغة الإنجليزية بحماس ونشاط في حين يتعثر آخرون؟ هل تساءلت لماذا يندفع بعض المتعلمين ويستمر في التعلم في حين يتوقف آخرون عند نقطة معينة؟ ماذا تقول نتائج الدراسات العلمية حول دور الدافعية والمشاعر نحو تعلم اللغة؟ كل هذا سنتعلمه في هذه المادة والتي أقدمها إن شاء الله بالتعاون مع مبادرة تعلم اللغة الإنجليزية English Mastery، وذلك عبر منصة رواق للتعليم المفتوح. مقدم المادة أخوكم عبد الله بن عامر العامر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم اللغة الإنجليزية فرع الأحساء. حصلت على الماجستير من جامعة موناش بأستراليا تخصص اللغويات التطبيقية، باحث دكتوراه في المرحلة الحالية بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا المشار لها بـ UNSW في ذات التخصص، مؤلف كتاب حفز نفسك بفاعلية نحو تعلم اللغة الإنجليزية، باحث ومهتم في مجال الدافعية نحو تعلم اللغة الإنجليزية ونحو التعلم بشكل عام. قدمت عدة أوراق علمية ولله الحمد في المجال، وحصلت على ترع التميز في الملتقى العلمي الثاني بمدينة سيدني. محاور هذه المادة: هل الدافعية مهمة؟ سنتحدث في هذا المحور عن بعض النقاط والتي تشمل: هل تعليمنا النظامي، تعليمنا في المدارس، تعليمنا في الجامعات، هل هو نظام محفز لتعلم اللغة الإنجليزية؟ ما هي قصة الأقلام وكتابة القصة؟ بعد هذا سنتحدث إن شاء الله عن الآثار السلبية والمترتبة من إهمال هذه القضية، قضية فهم الدافعية وطرحها. ثم سنختم في هذا المحور بذكر معادلة المتعلم الذكي غير المتحفز. المحور الثاني سيكون حول مفهوم الدافعية وكيفية التحفيز السليم. ما هي صفات الشخص المتحفز؟ أيضا سنتطرق بشكل سريع حول أشكال الدافعية والتي ذكرتها النظريات الحديثة حول الدافعية نحو تعلم اللغة الإنجليزية. وأخيرا في هذا المحور سأحدثكم عن أهمية الدافعية مع العوامل الأخرى التي ذكرها الباحثون للنجاح في تعلم اللغة الإنجليزية. ما هو التحفيز وفق نظرية التحديد الذاتي Self-Determination Theory أو SDT؟ ما هي الأشكال الخمسة للدافعية؟ ما هي الطرق الثلاثة للتحفيز الذاتي؟ ماذا تقول الدراسات حول دور هذه النظرية في التعلم الناجح للغة الإنجليزية؟ هناك أيضا نظرية جديدة ومثيرة اسمها نظرية الرؤية بين قوسين التخيل. فهل يمكن أن تكون لك رؤية لغوية؟ وكيف هو شكلها؟ أركان الرؤية المحفزة لتعلم اللغة الإنجليزية. ثم سأختم معكم بمواقف لمتعلمين نجحوا في تطبيق هذا الأسلوب. أتمنى أن تكون هذه المادة مفيدة وممتعة لكم إن شاء الله، وإلى أولى حلقات هذه المادة.